يا صباح الأنوار، يا صباح السعادة، يا صباح الحلاوة، يا صباح القشطة عليكم. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. أما أنا على الكشخة هذه اليوم، اللبس والشغل حركات وقلم، اللي يشوفني يقول رايح هنا اجتماع في صفقات مليونية راح تتم اليوم. والحقيقة والواقع أني رايح للسوق العلفة باخذ عزكم الله تبن وبرسيم، بحملها في دنة وارسلها للبن واروح معه. الواقع، الواحد يعيش واقع، يعني سواء كان اجتماعات، فلوس، صفقات تجارية، او انك تحمل علف وتودي الحرق. خلصت امور اللي هنا، اشغال اللي من جدة لمكة للطائف، انتهيت منها، باقي هالحينة البل نروح نمها ونضبط امورها ونسنع وضعها ونجيب السلامة ان شاء الله. وطبعا ما راح اروح لحالي، حضرتكم معي، الله يحييكم، توكلنا على الله. اي والله، وش علومكم انتم؟ عساكم طيبين، عساكم مبسوطين، عسى الوضع زين. لوانيك دالهين يا سعود، تمشي وقلبك دايما سالي، ما صوبك راع العيون السود ولا طل عين في العام. يقول هذا صاحي مجنون يغني يرقص عند محطة حق التلفزيون، ما في مخ. فينش اي والله، يلا حيهم، يلا حي. وش العلوم وش الاخبار وش الجدايد؟ والله وحشتوني، والله العظيم اني اشتقت لكم، والله العظيم اني امشي وانا عاينكم، ودي اصور فيه امور ما ودي اصور. مالك شغل يا ابو عجينه قد نفوس؟ ايوه هذا الشغل الصح. سلام عليكم. يا مرحبا يا شيخ. شيخ؟ وش دراك اني شيخ؟ شيخ كبير ما شاء الله. والله لو اني شيخ كبير ما عندنا جلبة تبن معك هنا. اشتري الشيخ، اشتري تبن، اشتري كل شيء. اقشر شيخ، خلي مغرفة تبن. عندك برسيم؟ ايه. من وين؟ من الوادي. من الوادي. ايه. ورق؟ في عود وفي ورق، كل شيء. مضبوط؟ مضبوط. طيب عندك تبن؟ في. شركة ايش؟ شركة الجوف. عودان ولا وسط؟ في عود وفي ورق. دقاق ما في؟ انا بدقاق، عطني تبن دقاق، ابى شيء كويس. شيء كويس، تعال شوف تبن مره لذيذ، علشان بوديه للنياق ويمكن اني اكل معهم. لا حول ولا قوه الا بالله. 100 ما في مره واحد، 100 مره، 100 مره. قبل اخي انا احس ان يوم اجي اشتري من عندكم اشتري بذمه وضمير، ابغى شيء كويس. أيوة. علشان حق شهر كامل. ايوه انا يبغى كم حبه؟ يبغى 160. وين ودي تبن؟ 160 حبه. ها 160 حبه وين ودي؟ ودي بيت. ودي بيت؟ ايه وين ودي؟ ودي بيت ولا ودي حلال؟ حلال ودي. ايش ودي؟ وين ودي؟ سؤال غبي هذا. ابغى 160 تبن. أيوة. في وجه العدو. وابغى تضحك منه. الله نفله هذا عرم. وابغى 40 برسيم. 40 برسيم. اي علشان انا ارتاح شهر كامل نوم اطيح. كم؟ 30. 30؟ ها يا ولد بعتني. ليش ما في فايدة؟ تود نصاع النص مربع في المملكة من الشمال للجنوب وانا اشتري برسيم 28؟ الا توكل على الله. خلاص. ها؟ تدري عنك. يا نور، حبه خربان ما يركب، رطوبه ما يركب، لو يركب انت مسؤول ترى، بعدين رجع. شكرا يا نور، يا قلبي انت يا حبيبي يا نور. ايه حط رص زين وحط لي من الدقاق. الدقاق ما تبغاني اعلمكم؟ استودعناهم الله، بس بقهم انا للنياق. دعني يا اخي، في كسل، في تسيب، حتى في تحميل الاعلاف لازم تسيب. ما ادري الخصلة هذه فيه ولا في الناس كلها، لازم تسيب. بس اللي جيت عند ابوي اقول وقفت على حملتها واحده واحده، ما يشيلونها انا افحصها انا ويركبون. تبن مثل بعض، ودا اللي يجي واللي يروح. خلنا امشي بس.